الله اكبر الله اكبر الله يحميك الله يحميك لا ترجع هنا لا بعيد خلاص يا شباب خناص خناص مين هو خناص في خناص هون مين خناص هون مدينة البيض 18/7/2012 إسرائيل الآن في حوزة أبطال الجيش السوري الحر بعد استسلام عناصر الأمن الأسدي 18/7/2012 مدينة البيض الله أكبر شو المثل هذا كل الشيء دع 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 عليك سرايا مدينة الباب الآن بين يدي أبطال الجيش السوري الحر مدينة الباب 18/7 المصرف هذاك هون في مصرف هذا مصرف التجاري فيه حرس هو عند الحرس بس عجب عند الأمن ما عند المبار يعني المدرسة يا شيخ يا شيخ من الجانب الثاني في مصرف اسمع اسمع بس انتبهوا من المصرف إذا كان في حدا على سطوح على سطوح المصرف اسمع اسمع شيخ شيخ من جانب الثاني في مصرف بالمصرف في حرس قلب المصرف كلها شو مالكم البيض الله اكبر الجيش الحر أمن الدولي الجيش الحر دخل أمن الدولي حلها الجيش الحر خلا دخل أمن الدولي بالبريد ما دخل بالبريد مسطوح البريد الله أكبر أبطال الجيش السوري الحر عمو النبي ولا واحد حسن أبطال الجيش السوري الحر الآن في السرايا في مدينة الباب الأبية بس بلا ما يضحوا بحدا بلا ما يضحوا بحدا معلش يا شباب زمان ما بكذب عليها بس انا بطلعك على ظهر أمن سياسي ما بعرف أمن سياسي أمن عسكري ما بتصدق أمن سياسي شو عيب عليه يعني